11 نتاع الليل. كنت مروحين انا وعفرة بن عزة اختها قيمة بن عزة، يسرى قريش، يسرى قرشي بلوتو، ومعنا طفل اسمه امير اللي طفل امير، وطفل اسمه ياسر اللي نون فويون معناها مروح معنا. كان ثم ديستانس بيني وبين عفرة وتيمة ويسرى. بعد عيط لطفلي معنا امير، وانا كونستاتي اللي البوليسيه وسط البلاد خدم الولايه نتاع الكيف، هزرهم بطاقه تعريف وما حبوش يرجعوا بدون اي سبب. دونك صارت كيما المشاده الكلاميه مع بين عفرة ويسرى مع البوليسيه، خاطر ما حبوش يرجعوا لهم الهويات نتاعهم. بعد البوليسيه رفضوا هكاكا، زاد جاء دعم من البوليس، كرهبه اخرى باقا وكرهبه 4x4، وبعد تحول المشهد الكل وصار تعنيف للعباد الكل، وقع تعنيفنا الكل، ولكن عنف شديد معناها صار تسلط على عفرة واختها ويسرى وياسر اللي نون فويون معناها ضربوه برشا، طلعوهم في الباقة بالسيف، طلعونا في الباقة وياكلوا فينا بالكف، كلونا ماكلة بالضرب. نحن وياسر ويسرى وتايمة قعدوا يضربوا فينا، ياسر داخ خاطر مريض بالسكر وعنده برشا مراض داخ، يسرى عندها القرح في المعدة قاعد يضربوا فيها برشا على كرشها، هزوها البيرو آخر وقعدوا يضربوا فيها وحدها، وهزوا ياسر زادة هو كيكا. بعد جيبوهم بحذين للريسبسيون ونحن شنعين معناه في هزولهم نرجونس في كلم النيابة في كلم محامي في درشني في بما حق. يتلفت يجي عاون، هذا صورني أثناء التحقيق في القضية، عندي قضية قبل، صورني أثناء التحقيق بدون إذن من النيابة، جاب تليفون ومشى عاود يصور مرة أخرى معنا. يا أخي نحن ما خليناش تقولين ما تصورش وما عندكش الحق، قلنا لنا ما عندكمش الحق زدوا ضربونا. ما رعنا إلا فما تهمة ديما جاهزة، ولاحظوا معي التهمة هذه اسمها هضم جانب موظف عمومي بالقول أو بالإشارة أو بالتهديد ما يوجب عقاب جزائي على معنى الفصل 126 من المجلة الجزائية. يعني عون الأمن كي تتمسك قدامه بحقوقك الدستورية والقانونية يحضر لك التهمة هذه، كي تقول له ممنوع عليك يعتبر نفسه مازال كائن خرافي فوق القانون وفوق المؤسسات وفوق جميع المؤسسات الدستوريه، يلفق لك ويحضر لك التهمه هذه. وتسهل جدا هاك تشوفوا في الملف هذا، جابوا ترسانه نتاع عوان امن، يعني هما المشتكين هما الباحثين هما كذلك الشهود نتاع الادانه. القضيه هي انه فما 8 بوليسيه جايين شاكين، كل واحد جايب شهاده طبيه باضرار جسديه عظيمه فيها اللي نحن ضربناهم، ني واختي التوأم ويسرى وياسر الضرير. بيتونا ليلتين، نهار الاثنين هزونا نبحثوا عند العدلية، رفضنا اللي نحن نبحثوا عند الشرطة خاطر اللي ضربونا ووقفونا بدون أي موجب قانوني نلقوهم يبحثوا معانا، شاكين بينا ويحبوا يبحثوا معانا زادة. جابولنا محضر بتاريخ نهار السبت بتاريخ 9 سبتمبر، هذا نهار الاثنين بتاريخ 9 سبتمبر، على أساس يحبونا نصحوا عليه، محضر كتبوه حتى هم يحبونا نصحوا عليه، نحن رفضنا. وجابوا لنا اذن في الاذن بالاحتفاظ، يقول اللي هم اعلمونا بالاحتفاظ واعلموا عائلاتنا، ونحن رفضنا حضور محامي واللي هما عاملونا معامله قانونيه. يا اخي نحن مصححناش وطلبنا ان نتعادوا للنيابه، عادونا للنيابه، تعادينا لوكيل الجمهوريه ما حبش يسمعنا، ما قيدش معناها اللي نحن تضربنا، ما قيد حتى شيء. وبعديك عادونا للتحقيق. جاب ربي اللي السيد قاضي التحقيق المتعهد بالقضيه دي لم تنطلي عليه هذه الافتراءات وهذه الكذبات المتراكمه، وامر بتركهم بحاله صراحه، ولكن نحن نطلب اكثر من هذا. وهذا الشيء نجم يصير في جلسه الاستنطاق، نحن مازلنا متمسكين بعرضهم الفحص الطبي، ومازلنا متمسكين بحقنا باش نتبعوهم العباد هذوما لانهم ارتكبوا جريمه فصل 101 مكرر من المجال الجزائيه، ومازلنا متمسكين ايضا ب وانه لا سبيل باش ندخلوا لا نحن ولا خصمنا في سير أعمال السيد قاضي التحقيق. الحكاية بدأت من 2015، كتبت نص على البوليسية، يخت وقفت وانا عمري 17 سنة، يحكي على دولة البوليس وعلى الممارسات البوليسية في تونس. وقتها عديت 24 ساعة في الإيقاف بطبيعة مع المسمى المعنوية المؤسسة الأمنية، فما هذا جانب موظف عمومي، القضاء ما سمعش الدعوة. وبعديك ولوا معناها يلقوا مظاهرة يهزوا يوقفوني، ناي خلوا العباد تروح يجوا لنا للدار يهزوني، يلقوا واحد كاتب على حيط يجوا يهزوني نام الدار، يلقوا ستاتيو على الفيسبوك يجوا يهزوني نام الدار. جديد والملفت للانتباه في تتبع في الملف هذا، يعني ابار تهمه هضم جانب موظف عموم بالقول وبالاشاره وبالتهديد، فما تهم اخرين ولاو يعمدون اليها ويجنحون اليها اعوان الامن في اليبحث، هي السعي قدر الامكان على تشويه صورته. ما فما حتى دليل مثلا في الملف اللي
عفرة وأصدقائها كانوا بحال سكر وما أصروا أنه بحال سكر. شوفوا التشويه متاع العباد، يعني التشويه هذايا أنا نقولها صراحة متحمس في كلامي، وفما برشا باش يسبوني وباش يهاجموني، انطلع على كثير وبرشا عباد قالك آه مادام بحال سكر ما سندهاش، وقت اللي حقيقة ملف ملغم كما قلت بكري، يعني يضحكوا يتهكموا بها على القضاء. ما نحبش نسميه استهداف، أما عندي زوز قضايا بعد سماع الدعوة، تهمة هضم جانب موظف عمومي وتهمة المس من معنويات المؤسسة الأمنية. القضاء ما سمعش فيهم الدعوة، وعندي أكثر من 12 محضر، خاطر البوليسية في الكيف يبدو قاعدين ما عندهم ما يعملوا فيز ويوقفوني. هذه الرسالة اللي نحب نوصلوها، راهو إذا كان باش نمارسوا الخنوع ونرضاو بالأمر الواقع، راهو وقعنا مرير، وقعنا متعفن وازداد تعفنا، باش المسؤول الكبير فيه هو نحن. ويوميا فما شباب اللي يغلط في روحه حسب تعبيرهم هما، ويقول لا القانون ما يقول شكا، يدوروه وينتقموا منه وينكلوا به.